بالنسبة للتونسيين في الخارج للأسف الشديد معناتها عندهم عديد المشاكل اللي يواجهوها في العملية الانتخابية، كما عدم توفر صناديق الاقتراع. مثلا نحكي أنا وصديق ليا معناتها في إيطاليا، قال لي هو معناتها باش يصوت يلزمو يمشي لروما معناتها تقريب 500 كيلومتر باش ينجم يصوت، فهذا باش يجبر أنه ما يصوتش. مواطنين بالخارج لازمهم يصوتوا، عندهم الحق في الانتخابات، لازم كل واحد يحاول معناتها يمشي ينتخب، وهذه على خاطر بلادنا وباش نقدموا لتونس اكثر. ان شاء الله تتوفر لهم الظروف الملائمه ساعة للتصويت. نعرفوا ساعات بعد مكاتب التصويت انهم عباد تسافر مسافات طويله باش تمشي تدخل تصوت. ان شاء الله الهيئه تلقى حل للمشكله هذه. كيف كيف بالنسبه الاحترام الصمت الانتخابي، اهم حاجه هو ان يتم معامله التوانسه الكل على انهم مواطنين جميعهم حاملين للجنسيه التونسيه. دونك كيما يتعامل الناخب التونسي في تونس في ارض الوطن، لازم كيف كيف يتعامل الناخب التونسي في فرنسا في المانيا في اتسيتيرا. دونك لازم كيما يحظى المواطن التونسي بحقوقه المدنية والسياسية، زادة كيف كيف المواطنين اللي لبرا لازم يحظى بجميع حقوقهم.